أمالنا كمواطنين ندفع ضرائب وخلاء
تلفات المرور أملنا أن تستثمر هذه الأموال في تمهيد الطرق وتنظيم حملات التوعية بأخطر الطريق لكل الفئات الطبقية. قد تصدمكم الحقيقة، ولكن وفق دراسة عالمية فالمغرب هو الأول عربيا والسادس عالميا في الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث السير والدول والسوحة منا كأطفال والآلاف من الكبار. احترموا قوانين السير ودور تساري ودعنا تحقيق السلام الطرقي. زهيرة، أملنا يا مستعملي الطريق أن تستخلصوا المرادة من هذه المسرحية، وكل رجاء أن تحافظوا على حياتنا وحياتكم بالتزامكم قوانين السير سواء كنتم راجلين أو سائقين. كفى من الحوادث وتعلموا من الصغار.